قصة سيدة عانت كتير، تعذبت كتير ولا تزال من زمان، من لما كان عمرها 14 سنة بلشت المعاناة. بلشت المعاناة بخسارة أقرب الناس من بعد والدها، خسرت خيها، وزوجوها أهلها بعمر كتير صغير لم تتخطى بوقتها 15 سنة. السيدة أمال ما خلصت أزمتها هون، من بعد 3 أولاد أيضاً أصيبت بمرض ولا تزال تعاني لحد هيدي اللحظة. مباشرة عبر زوم رح تطل معي السيدة أمال أندراوي. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. ينعاد عليكم يا رب أيامي مجيدة للجميع. شكراً شكراً وينعاد عليك ست أمال. يعني كنت عم بحكي شوي، عم بعطي هيك رؤوس أقلام عن، خليني أقول، درب جلجل كتير طويل مشيتي ولا زلتي عم تمشي من لما كان عمرك 14 سنة. يمكن كان الكف الأول مع وفاة والدك، ومن بعدها وفاة خيك، ومن بعدها تزوجتي بعمر كتير صغير ما كنت تخطيت 15 سنة. طيب وفوت ابني شاف كمان بعد ما وصلت له، بعد ما وصلت احكي عن اذا بدك هيدا الكاس المر الاكبر. ولكن أمال لما صبيه بهيدا العمر بتفقد كل هالناس وبتضطر تتجوز بعمر صغير، يعني كيف كنت عم تتطلعي بالحياه؟ كيف كانت نظرتك للحياه؟ يعني كيف تتقبلي، كيف الانسان بيقدر يتقبل كل هالخسارات فرد مره؟ الاول ما كنت عارفه حالي وين رايحه. نعم بالأول أبداً ما كنت عارفة حالي وين رايحة، كنت عم شوف كل شيء أسود قدامي وكل شيء ورا بعضه عم يجي بزعل وبيبكي. نعم بس ما كنت عارفة، بس التجارب بعدين قوتني وخلتني أعرف أنا وين، وكل مع كل تجربة يزيد إيماني، مع كل بوكس أكله وكل ضربة أكلها وكل مصيبة أكلها أقوى أكثر، وهذا اللي بيخلي الناس تتعجب فيي إنه أنا من عم جيب هالقوة. واو ست أمال، يعني بعمر كتير صغير تحملتي مسؤولية 3 شباب، ولكن هيدا الكيس المر الأكبر إنه حضرتك دفنتي ابنك الكبير توفى بعمر 20. صح. يعني هون كيف كان، يعني كيف كان وقع هالمصيبة؟ يعني كيف قدرتي تضلي تحافظي على قوتك وإيمانك وصلابتك وصلاتك بكل اللي عم بيصير؟ يعني أنا بقول لكل أم يا رب يا رب جاها الجمعة العظيمة إنه ما تشوف أولادها بهم شيء، تموت قبل ما يشوف أولادها بهم شيء، يعني تكون هي مطرح أولادها مش أولادها مطرحها، لأن هذا أصعب كيس على الإنسان خاصة على الأم. طيب اليوم من بعد ما خسرتي ابنك الكبير كيف، يعني قلتي لي ضليتي فترة ما تطلعي من البيت؟ صح، لأنه الله 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 عطاني عطا، يعني ربنا راد انه يجيب ولد ورا خيه الكبير. بفتره هالسنه كلها انا ما اطلع من البيت، لانه كثير سمعت كلام من الناس انه كيف توفى ابني شاب وكيف انا حبلت. يعني صرت استحي اسمع من الناس بديني، يشوفهم بعيني كيف يتمسخروا علي انه انا كيف بدي اجيب اولاد وبعده ابني شاب مات، مع انه انا عندي زلمه قد الدنيا، يعني انا ماني مره ولا رجال. نعم انا بقي لي شبان والله طعامني سامر خيو. نعم. ورا للو دغري. نعم ولكن أمال الفقدين، يعني اليوم بدي اقول انه خساره ولد عوضتها وجود ولد ثاني؟ ما حدا بياخذ محل حدا، كلهم عيوني، بس كل انسان خاصه الولد البكر. نعم ما بينتسى، هو موجود معنا. يعني أنا بيسألوني شو عندك، بقول عندي 4، ما بعتبره فل من قدامي. نعم حتى أمال قلتي لي إنه كان عندك إحساس إنه أنت رح تخسري ابنك. صح صح، كان عندي إحساس لأنه كان كتير عاقل، ابن كنيسة، ابني كان ما يروح على مطرح من يشتغل على الكنيسة، اضطر يشتغل يترك مدرسته ويشتغل ليساعدنا، كنا بظرف كتير صعب. نعم قد عاقل حسيت، يعني كان لي فتره بحس الزعل بعيناي، بحس انه ما بيستاهل هالارض اللي نحن عايشينها، لانه النهار اللي راح قلت انا ما راح يرجع، وانه مبين بعيناي وقلبي كان قايل لي، يعني حتى عرفت المستشفى اللي هو فيها بدون ما اعرف، بدون ما حدا يخبرني ابني توفى. طيب أمال من بعد ما صار اللي صار وجبتي ابنك الصغير سامر الله يحمي لك يا رب، أنت أصبتي بالسرطان. صح. عالزعل. عالزعل.
شو صار معك؟ يعني نهار اللي عرفت انه معي الكانسر انا كنت عم بشتغل، رحت اعمل تشيك اب عادي. انا كنت بعدك حامل او كنت ولدتي سامر؟ كنت ولدت لسامر من بعد ما ولدت سامر. سامر خلق بال 2002، انا بال 2007 انصبت بالكانسر. اوكي. عندي عرس قرايبي بكندا واول مره بحياتي بيعطوني فيزا لسافر. الاحد لازم اكون بالطياره، انا الاحد كنت بالعمليه. نهار عيد سيدي ما بنسى، عيد السيدي 15 اب كانت عمليتي 2007. يعني بظرف يومين قال لي الحكيم بدك تعملي عمليتي، وانا رحت اعمل تشيك اب هيك عادي، يعني اللي زمني انه بعائلتنا ما عندنا، يعني هيك انا حبيت اطمن على حالي. عندي نعم. انشورنس، عندي اسيرون، عندي ضمان وهيك. نعم. اطمن على حالي لما اسافر واسخن برا. وقال لي هلا بدك عمليه، مع انه ما عندنا حدا ابدا، يعني انا اول وحده. واول سبب قال لي الحكيم للكانسر بعمري انا، لانه ما عندنا بالعائله، انه جوازتي كثير صغيره، جسمي ما كان بعده بالغ، وخلفت كمان سامر بال40 كان عمري كبيره. اوكي. ومن وقتها لليوم ست امال وانت خليني اقول بعدك بمعاناه، يعني وبعدك عم تتعالجي وبعدك عم بتتابعي حالتك الصحيه. اليوم شو بتقولي لربنا؟ يعني اليوم ما بتعتبي، ما بتقولي ليه انا، ما بتسالي اسئله ابدا ابدا. انا بحس حالي لو معي كانسر انا بقول يمكن حدا ما بو شيء فجاه يموت بالقلب. بشكر ربي على كل شيء، لانه على القليله بعدني عم بمشي على اجري، بعدني عم بشتغل، بعدني عم بخدم اولادي. صحيح عم بتعالج، عملت شيميو 36 جلسه، عملت راديو ثيرابي 36 جلسه، هار شعري مرتين، تعذبت كثير حتى هلا من 2019 لليوم عامله سبع عمليات عامله. يعني انا بروح بزور المستشفى بشوفوني بالمستشفيات اكثر من يمكن بشوفوني بالبيت، ودائما بقول له مع علامك يا يسوع بكل شيء بيمر بحياتي. باخر عمليه شو عملتي ست امال؟ كانت عمليتي 18 ساعة حكيمي بالجامعة الأمريكانية دكتور أمير إبراهيم، وقت لقيت بكتيريا من مستشفى تاني. ما بدي أذي حدا، الله لا يضر حدا. خلص يعني أنا قلت ما بدي أرجع، يعني عطيتهم وصيتي لأولادي، قلت أنا ما رح أرجع. واو. هالقد 18 عملية وثلاث أيام إنعاش، هالقد الإنسان بيكون بيستسلم لربه؟ يعني كتبتي وصيتك، ما كنت متخيلة حالك رح ترجعي توقفي على إجريك، تخيلتي حالك رح تفلي؟ يعني بهيدي اللحظات شو بتكوني عم بتحسي لما أنت فكرتي حالك قربتي خلص من أنك تودعي ولادك؟ ماشي، قلت له لربي خلص انت اللي بدك اياه اعمله فيي، بس ما تعذبني وما تعذب اولادي. يعني لانه نحن وضعنا بتعرفي بلبنان، مش بس انا، يعني ما بقى في غني وفقير، انه ما بقى قادره اعذبهم ويشوفوني قدام، يشوفوني بهالمنظر. نعم. قلت له يا رب انت بارادتك، يعني انت حط ايدك مع الحكيم. وصدقيني طلعت العمليه مش 100%، مليون بالميه ناجحه. حتى حكيمي يعني ما صدق انه هالنجاح القوي وطلع جسمي نظيف الحمد لله. صحيح بعدني عم بتعالج، بس كتر صحيح ما بقى عندي شيء بجسمي، كلني مثل التركيز، مثل البازل، يعني شيلتي لي قطعه وركبتي لي قطعه، بس بقول له مع علامك يا سؤال الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. قد ايه حلوه هالنعمه ست امال، نعمه القبول، نعمه الفرح، نعمه العيش بكل هالقناعه مع الرب، انك انت تقبلي بوضعك، تقبلي بحياتك، انه لدرجه انك طلبتي الموت حتى ما تعذبي عائلتك. يعني لهلا بقول له يا رب ما تخلي يا رب ما تعذب حدا فيي، لانه ايام كثير صعبه، لازم نطلب من ربنا هالشيء دائما لازم نطلبه من ربنا ونتحمل كل شيء بيجينا، لانه دائما ربنا من وراء كل مصيبه بتصير بحياتنا او كل مرض او ربنا بيعطيكي قوه اكثر واكثر واكثر. صدقين. واليوم ست امال كيف هيك بتعطي هالقوه وبتعطي هالايمان لغيرك؟ بس خليني اعرف هيك الناس تاخذ من خبرتك بهيدي الحياه. أنا بدي أقول لك شغلة، أنا مرة مسيحية مؤمنة، برتخي بمسيحيتي وبحب نعم. كل العالم وبصلي لكل العالم. يمكن إذا بتقولي لي عندك أصحاب، مين أصحابك؟ بقول لك الإسلام أكثر من المسيحية، ووقفوا حدي. يعني عندي ناس أصحابنا من الجنوب نعم. يعني كانوا حدي، بدك تقولي أهلي، لأن أنا أهلي كلهم برا، ما عندي حدا، وأمي وبيي متوفيين. ما بروح كثير على الكنيسة، بس على طول بصلي وعلى طول بطلب
بطلب لكل الناس، بعدين انا اخر شيء بطلب لحالي ولبيتي، بقول له يا رب، لانه دائما انت دائما 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 بكل بحياتي انا بقول كل شيء بتتمنيه لغيرك ربنا بيرد لك اياه. كل شيء يعني بتتمني الخير لغيرك ربنا بيعطيك اياه، بتمنى اكيد ما بتمنى الاذى يعني ما بحياتي عملتها. وبدي اشكر كل انسان جندي مجهول بحياتي عم بيساعدني وبعده عم بيساعدني وهو اكيد رح يعرفني. ست امال على كل حال هيك النوايا بتنقرا مثل ما بيقولوا من الوجوه، يعني سماتهم على وجوههم، فانت حدا انسان كثير طيب، انسان كثير هيك موجود بتقوى يعني مع كل عائلته، وهذا الشيء عرفته من كل الاشخاص اللي بيعرفوك. شكرا لاطلالتك الصباحيه معنا. شكرا يا رب، وان شاء الله بيكون ايامي مجيده لكل العالم. يا رب علينا وعليك، وانتبه على حالك ست أمال. شكرا كثير لك.